على صعيد كرة القدم، فالزمالك تلقى اختيار رسمي من المحكمة الرياضية النهاردة بيفيد بأن تم مد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك والسابق لبيراميدز اللي قدام حضراتكم صاحب التصريحات المثيرة دون جدوى، لأنه في الأول في الآخر ما خدش بطولات لا مع الزمالك أو مع مش مذاكر مع الزمالك في الولاية الأولى خد ولا لأ، لكن لا مع الزمالك ولا مع بيراميدز حتى يعني. وخسر نهائي القرن الشهير امام النادي الاهلي يعني. فتم مد اجل الحكم في القضيه لحد يوم 31 يوليو، فالزمالك ياخد نفسه شويه في القصه دي لحد ما يشوف هيحل ازاي مشكله خالد بوطيب، لان دي مشكله كبيره والزمالك محتاج يفك القيد، وفي محاولات قويه جدا من المجلس وتحديد عدد من الاعضاء. طبعا المتولي الملف ده دايما هو الاستاذ عمرو ادهم، ويقدر ان هو يجد حلول للملف ده. طيب الزمالك عنده الماتش الجاي مع البنك الاهلي بالنسبه لفريق الكوره. جوميز بيفكر ان هو يريح بعض العناصر بسبب الاجهاد بتاع رحله السفر بتاعت غانا. فهنا علامه استفهام كبرى. اولا نادي الزمالك في اشد الاحتياج لكل نقطه في المرحلة الحالية في بطولة الدوري، لأن الزمالك البداية بتاعته ما كانتش موفقة. فمحتاج إيه؟ إن أنت تركز. مفيش مجال لإراحة بعض اللاعبين، لأن كده كده إيه؟ أنت ما عندكش قائمة واسعة قوي من اللاعبين، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما هو جوميز نفسه اللي طلب إن الطيارة تتأخر. يعني رحلة الزمالك بعد ما فاز أول إمبارح على فريق دريمز، المفروض كان يرجع على طول، تبقى رخصة. يعني مفيش مواعيد رحلة، هتركب الطيارة تيجي. فالراجل لا، رجعوا امبارح بالليل، فخد 24 ساعة على الفاضي هناك في غانا. فبناء على ايه هتريح بعض اللاعبين؟ خلي بالك جمهور الزمالك برضه هيبقى متضايق جدا لو فقدت اي عدد من النقاط من نقاط خلال الفترة اللي جاية. انت محتاج جدا انك تكسب كل ماتش. جمهور الزمالك فرحان بالتأهل لنهائي الكونفدرالية، لكن هو مش هيفرح بس بالتأهل النهائي على قد ما نفسه يفرح بالبطولة، وأيضا منافسة على بطولة الدوري. منافسة صعبة مع النادي الأهلي، دايما المنافسة تبقى صعبة بين القطبين، لكن في نفس الوقت لازم يخلي باله جوميز هذا المدرب المميز للأمانة في إنه يعني الحسابات اللي بيحسبها دي يبقى حاسبها صح في إطار إراحة بعض اللاعبين من عدم. طيب أما بخصوص عدد من اللاعبين، فمحمود علاء الراجل بعيد خالص عن الصورة بالنسبة لجوميز، فبالتالي محمود علاء اتكلم مع الكابتن عبد الواحد السيد. اتكلم مع الكابتن عبد الواحد السيد، قال له يا كابتن عبد الواحد انا ما عنديش مشكلة، انا تحت امر نادي الزمالك في اي وقت. بالنسبة محمود علاء عنده بعض العروض لكن ما وقعش في اي نادي برضه، عقده بيخلص مع نهاية هذا الموسم. قال له الزمالك لو عايزني اجدد هجدد، وانا في نفس الوقت حتى لو ما بلعبش وده مضايقني بخلاف الاصابه اللي كانت عنده يعني، وده مضايقني شويه، بس انا جنب النادي في المرحله دي ودي حاجه تحسب لمحمود علاء. قال لك وقت ما هيحتاجني الراجل اشارك هكون موجود وجاهز وما عنديش اي مشكله خالص، وده طبيعي من اي لاعب في اي نادي، لكن تحسب لمحمود علاء برضه في عز المرحله الحاليه وفي عز استبعاده عن المشاركه في المباريات. لكن يبقى التساؤل الاهم، هو فين ياسر حمد؟ في لعيب فلسطيني نادي الزمالك تعاقد معاه في الشتاء اللي فات. اللاعب ده ما لعبش غير دقايق قليله جدا في مباراه مودرن فيوتشر، احدى مباراتي مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدراليه اللي الزمالك في التوتال بتاعهم تفوق وتاهل. ياسر حمد ما حدش شافه، ما بيشاركش في اي مباراه، واضح جدا ان الراجل غير مقتنع تماما بامكانياته. غير مقتنع تماما بامكانياته. كنت بتكلم مع حد من المدربين اللي مرنوا ياسر حمد في النادي المصري، فبقول له بس الزمالك جاي مدافع كويس، واضح ان هو مع الوقت يعني ممكن ياخد فرصه ويشارك ويثبت اقدامه يعني ويلعب. قال لي مين المدافع؟ قلت له ياسر حمد. قال لي ياسر حمد قعد في النادي المصري 6 شهور ومشي. هو لاعب بيهتم جدا بلياقته البدنيه، بيهتم جدا باللياقه الجسمانيه، تمام، لكن فنيا بعيد تماما. واتفاجئت انه انضم لنادي الزمالك. ممكن ياسر يلعب فيرد على كل الكلام ده، او ممكن يثبت العكس،
لكن واضح ان الراجل نفسه مش معتمد عليه او مش حاطط في حسابات ياسر. اعتقد ياسر حمد مقيد في القائمه الافريقيه كمان يعني، فولا محلي ولا افريقي شارك غير في دقائق قليله جدا. بالتالي هل ممكن ياسر حمد يكون احد اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك بغض النظر عن قيد حل الازمه من عدمها؟ ممكن. في ماتش كمان ابو سليم بيقولوا لي شارك فيه بعض الدقائق، ماشي، بس كصفقه جديده كان من المنتظر ان هو يكون بيضيف لدفاع نادي الزمالك بشكل اكبر من كده، او يكون ليه عدد دقائق اكبر من كده. طيب يمكن الفتره اللي جايه الراجل عايز يريح بعض اللاعبين فيلجا لياسر حمد، وارد، بس لو لم يلجا لياسر حمد في المرحله المقبله، اذا من تعاقد مع هذا اللاعب يجب ان يحاسب، لازم يتحاسب. انا عن نفسي ما اتفرجتش على ياسر حمد ده في ولا دقيقه، كامل احترامي وتقديري ليه. طبعا لعيب ربما يكون هو لعيب جامد، وبالمناسبه الاهلي كان بيتابعه، واحنا قلنا لحضراتكم المعلومه دي، وتراجع النادي الاهلي عن فكره التعاقد معاه بعد ما تابعه في بطوله اسيا. كولر قال لك لا، نادي الزمالك شاف ان هو مدافع كويس فجابه. لكن برضو جمهور الزمالك بيتساءل اين ياسر حمد بحكم ان هو صفقه جديده. اتمنى ان شاء الله ان هو الفتره الجايه ياخد ويثبت نفسه مع القلعه البيضاء يعني. طيب حته ملف الراحلين في نادي الزمالك، في لعيبه الراجل مش مقتنع بيهم، طبعا في لعيبه الراجل مش مقتنع بيهم، بس جت ازمه القيد خلت الراجل حتى لو مش مقتنع ينتظر نتيجه الازمه دي او ايه نهايتها، هتتحل مش هتتحل، هتبقى يعني في الصيف احنا كنادي الزمالك مش هنقدر نجيب لعيبه، فخلاص حتى لو واحده مش مقتنع بيه هشتغل عليه بقى، ما عنديش رفاهيه التعاقدات. فاي لعيب في نادي الزمالك ممكن ما يكونش مقتنع بيه جوميز ممكن يكمل، ده يبقى من نصيبه حظه الحلو انه بيكمل في نادي كبير بحجم نادي الزمالك، الا لو اتحلت ازمه القيد، فبالتالي القيد يفتح لنادي الزمالك، فبالتالي يسعى نادي الزمالك التعاقد مع بعض الاسماء الكبيره اللي يعني تضيف للفرقه، وبالتبعيه يتم استغناء عن بعض اللاعبين. كابتن حسين لبيب اكد للعيبه ان هو يصرف المستحقات المتاخره لبعض اللاعبين، والخبر ده كذا مره بقراه في الحقيقه، ربما مستحقات كتيره شويه فبتتقسم ممكن بشكل او باخر، لكن في نفس الوقت قال لهم مستحقات هتتصرف، وقال لهم ازمه القيد هتتحل. دي وعود الكابتن حسين لبيب. انا عارف ان المجلس ده في الحقيقه جاي على يعني اعباء مش طبيعيه، وتقريبا هيقعد فترته كلها يحل مشاكل الناس دي، معذوره للامانه يعني، ناس معذوره. اتمنى لهم يا رب كل التوفيق في حل الازمات عشان خاطر جمهور نادي الزمالك اللي نفسه يتفرغ لتشجيع النادي دون ان يشغل ذهنه بالازمات والمشاكل وكيفيه حلها وكل هذه الامور، وان شاء الله ده يحصل قريب. شيكابالا خارج مواجهه البنك الاهلي بسبب الاصابه اللي جات له هناك في غانا في العضله الاماميه، فمش جاهز، فشيكابالا خارج المباراه بخلاف تصعيد عدد من اللاعبين. واوباما كمان من ضمن اللعيبه اللي بترجع، لاعب مهم جدا ويضيف لنادي الزمالك، بيرجع وشارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل وجاهز لمواجهه البنك الاهلي، وممكن يشارك في المباريات بواقي وجه بعد الاصابه اللي كانت قويه شويه اتعرض ليها في الوجه، اعتقد كانت في مباراه فيوتشر على ما اتذكر يعني.